طبق اليوم هو زبيب بصل مع الحوت كي جي جديد. هذا هو الطاجين ديالنا اليوم. كنتمنى يعجبكم في الشوفة ومذاق راه لذيذ بزاف. ندوزو، كنت عاوله ما نعملش العشاء طبعا، ولكن عيط لي الزوج ديالي قال لي بغا الحوت بالزبيب وبصل. طبعا ما نقدرش نرفض الطلب لان انا كنفرح صراحه ملي كيقول لي راجلي بغيت ديك الحاجه الطيبه ولا بغيت ديك تشهيت ديك الحاجه، لانه مسكين قليل 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 فين كيتشهى شي حاجه. المهم كما كتشوفوا دابا باش دغيا يعني دغيا نوجد هاد الطاجين هذا، وانا خصوصا غادي نطيبو في الطاجين ديال التربيع. ها هو غادي تشوفوا هنايا عملت الربيع وبصل، ربيع معدنوس وشويش ديال القزبر، وعنعمل معاهم البصل باش تشلض لي في هاد الماكينه هادي مع بعضيتهم. وغنعمل معاهم التومة، وغادي نشلضوهم ونرجعو. من بعد البنات صافي، هنا شلطتهم في هاد الماكينة. صراحة كتنفع بزاف. من نهار اللي وراتها لي الجارة ديالي صافي مشيت شريتها باش صراحة نبدا نستعملها. المهم لما نطول غادي نعمل هاد البصل في هاد الطاجين. هنايا بصل وربيع والتومة باش غنعملهم يتشحروا مع الزويته بلديه باش تدخل شويه ديال عندي غير شويه نخليه هنايا باش نعملو في وسط حويته ديالي، وصافي باش فين كتجي حتى هي من الداخل ديالها فيها يعني ديك لي قابو. صافي البنات غنزيد عليها الزيت بلديه وعرضها فوق فوق بوطه عفوا باش تتشحر وتهود واحد شويه، من بعد من انا نعمل لي قامه في هاد البصل هادي باش نعدل بها الحوته ديالي. انا نعملها في بوطه. صافي البنات انا نعملها تشحر، نخليها تشحر ونمشي نديك الحوته باش نعملها الترمينه. بالنسبه للقامه اللي غادي نعملها نعملها مختلفه البنات، لان غنعمل الزبيب معاها. انا عملت سكينجبير معلقة ونص سكينجبير، غنعمل هذا الكركم، غنعمل شوية البزار. البزار وشوية الملح طبعا. نزيدو بشوية الزيت وغادي نخلطو البنات. هادو غادي نعملهم فوق ديك وسط الحوتة وفوق منها باش كتجي من داخل كتجي لذيذة الصراحة، كتجي فيها ديك الضغميرة كتجي لذيذة. البنات نسيت شوية القرفة مع ديك التشاميلا، لأن حنا عارفين الزبيب كيتوات بزاف مع القريفه. غنجيبو صافي هذا نحركوه مزيان، وغنجيو من هاد الحوت ديالنا. هو صراحه انا باقي عندي مكونجي لي شديتو، ولكن ماشي مشكل. غادي نشوف الحوته غنعمل هادي في الطاجين، غادي نحاول نعمر هاديك البصله اللي هنايا نعمرها مزيان. نشدوها بهذا الشكل هذا، نحاولوا اننا نفلحوها باش تدخل فيها حتى هي ديك البصيله ديك القامه. هي الصراحه خصنا نفلحوها قبل ما نعمروها، ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل.
صافي وغنخليوها تدخل فيها جوج ديال القمر وعاد نعملوها في الطاجين. في هاد الاثناء بنات البصله بدات كتشحر شويه، غادي نعملو الحوته ديالنا هنا في الوسط غادي تكون، والزبيبه بنات انا عملت له الماء سخون والمسخونين هيدا وعملتهم هو فيه، وغادي نعمل الزبيب دابا ماشي يعني باش كيطلق كيطيب حتى هو وكيطلق ديك الحلاوه ديالو في الطاجين. وهاد لاصوص اللي بقات لي هنايا غادي نزيد عليها زيت لها شويه ديال الماء باش ديك البقايا اللي كتبقى هنايا في الجناب ما تبقى ليشي. صافي وغادي نحطها على ديك البصل وديك الحوته وصافي. دابا غادي نشدو على الطاجين ديالنا وغنقصو بوطه مهيله يطيب على خاطر راه دغيا كيطيب ما كيتعطرش البنات. صافي نغطيو الطويجين ديالنا ونرجعو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا البنات، يلاه بالصحه والراحه وكنتمنى انكم تجربوها، واليد والبني ضروري ما يكون في الطبيصلات ديالي.